اهلا بيكم في فيديو جديد وبرفان جديد. هو مش جديد قوي ولكن هو كان الاوريجينال من فلانكر، انا بحبه جدا. هنتكلم النهاردة عن ازارو وونتد، وونتد العادي مش وونتد باي نايت ولا اي فلانكر تاني. الوونتد العادي ايه حكايته؟ اتسألت عنه كتير، الناس كتير ابتدت تسأل عنه، طب اجيب العادي ولا اجيب الباي نايت؟ هقولك الكلام ده كله في الدقايق الجاية، بس الاول لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، ولو برضو في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك ان انت تجيب مين فيهم. دلوقتي برضو الخنفاري بقى على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعمل لي فولو لو عايز. ونرجع تاني لعمنا المطلوب للعداله ازارو وونتد. ايه بقى حكايه ازارو وونتد وايه الوضع مع البرفان ده، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا، وازاي اقارن بالازارو وونتد باي نايت؟ المقارنه بازارو وونتد باي نايت هعملها في فيديو منفصل، ولكن خلينا مركزين شويه مع البرفان ده. هل انصحك انك تجيبه؟ ايه ريحته بالظبط وايه ثباته وايه فوحانه، ويعني بالمجمل يعني الباكج اللي بتاخدها مع البرفان ده. نبتدي لك الاول بالريحه. ايه ريحه البرفان ده؟ ريحه البرفان ده ممكن ادي لك ان فيها تشابه ما بينها وما بين الانفيكتس، بس مش تشابه عيالي قوي. انا دايما بصنف الانفيكتس ان هو يعني مثلا ايه للتين ايجرز او المراهقين شويه. طبعا ده وجهه نظري، في ناس بتحب تحط الانفيكتس وهي فوق ال30، مفيش اي مشكله، ولكن ده من وجهه نظري او من تصنيف انا الشخصي. بس البرفان الازار وونتد لا، تحس ان هو ناضج شويه، يعني تحس ان في شويه ايه العيب ومكونات مدياله هيبه شويه، يعني في شويه ليمون، في لمحات من الزنجبيل، في شويه تونكا. في البرفان بشكل عام تحس ان هو ايه مكلف كده ومعمول باحترافيه اكتر من الانفيكتس، ومش واخد نفس الستايل بتاع البابل جام او اللبان بتاع انفيكتس. هو فيه شويه لمحات بس ما هوش هو الدوميننت، ما هوش هو العامل الاكبر المؤثر في البرفان. فالبرفان يمكن اقول ان هو ماس ابيلينج بدرجه اكبر، يعني متقبل عند ناس كتير، البرفان محبوب عند ناس كتير، البرفان ممكن يجيب لك يعني ايه انطباع كويس عند ناس اكتر من الانفيكتس. من ناحية الجودة برضو فالبرفان جودته كويسة جدا، الناس مهزروش في اي حاجة من اول البرزنتيشن لاول العلبة للازازة للي جوه الازازة. فالازازة نفسها تحس ان هي مميزة جدا، عاملة زي الريفولفينج سيلندر ده اللي هو بتاع المسدسات القديمة اللي في الافلام الامريكي دي، حط فيها طلقات 6 طلقات تقريبا ويقعد يضرب. فالمهم البرفان يعني التميز بتاعه مش بس في الريحة، هو بس في الشكل ولا حاجة، البرفان بشكل عام يعني ايه في ستايل كده، يعني هو ستايله مألوف شوية بس واخد حتة تانية، سواء بقى في البرزنتيشن سواء في الريحه سواء في كل حاجه، هو ليه يعني ايه بيحلق في حته ثانيه خالص. فالبرفان كويس، الجوده بتاعته كويسه، والريحه بتاعته جميله، وهو ماس ابيلينج بدرجه كبيره. طيب فرض ان انت جبت البرفان ده او عايز تجيبه، هتستخدمه امتى وفين وازاي، وايه هي تعدديه استخدامه بحيث ان انت تقدر تستخدمه بفلكسبيليتي كويسه في معظم المواقف ومعظم الاوقات؟ والله هو البرفان هيقدر يغطيك في المواقف اللي انت قاعد فيها بره البيت او بره الاماكن المقفوله. البرفان مناسب اكتر للاجواء الخارجيه، البرفان مناسب اكتر لو انت قاعد في مكان مفتوح، لو انت مثلا قاعد على في جنينه، قاعد على نهر، قاعد في كافيه ولا حاجه بس بره، يبقى البرفان ده كويس قوي للمواقف اللي زي دي. هتحس ان هو مناسب للحته دي لان هو ليه يعني ايه ليه ستايل كده ان هو ممكن يبقى شوتي شويه او صارخ شويه، فالبرفان يبقى مناسب اكتر ان هو يبقى في الهواء الطلق بحيث ان هو ايه يهدى شويتين. فالبرفان ممكن اقول لك ان انت تستخدمه اكتر لاستخدامات كاجوال، ما انصحكش قوي ان انت تحطه وانت رايح الشغل، ما انصحكش قوي ان انت تحطه وانت رايح مكان مقفول سواء المكتب ولا حاجه، ممكن يبقى في حاجات كتير انسب في السوق عن البرفان ده ان هي تتحط في المواقف اللي زي دي. بس بشكل عام البرفان بيدي لك فلكسبيليتي منطقيه او معقوله ان انت تستخدمه في مواقف كتير، ولكن الفلكسبيليتي بتاعته مش جامده قوي او الفيرساتيليتي بتاعته مش جامده قوي ان انت تستخدمه في اي موقف في اي مكان. لا، اقدر اقول لك ان في حاجات ثانيه انسب في السوق عن البرفان ده ان انت ممكن تستخدمها في مواقف متعدده باكتر من كده بكتير. نقطة تانية نتكلم فيها عن البرفان ده، وهي نقطة عامل اطراءات السيدات، هل بيحبوه ولا لا، وهل هيجيب لك اطراءات منهم ولا لا. باختصار البرفان ده هيجيب لك اطراءات من السيدات، ولكن لا تتوقع ان هو هيجيب لك اطراءات مثلا زي ازارو وونتد باي نايت. هو هيجيب لك اطراءات وهيجيب لك اطراءات كتير، بس مش هتبقى الاطراءات من نوع ان انت تبقى معدي من جنب حد او من جنب واحده بشكل عام وهي تقول لك انت ريحتك جميله انت حاطط ايه. لا، هو هيبقى الاطراءات اهدى من كده، يعني هي هتبقى مرتاحه وهي شامه الريحه دي حواليك، يعني هتبقى مبسوطه وهي شامه ان انت ريحتك كويسه بالدرجه دي، بس مش لدرجه ان هي تفتح بقها وتقول لك انت ريحتك كويسه. لا، مش هيعمل كده. فالبرفان في النقطه دي اقدر اقول ان هو مثلا ممكن ياخد ايه 7-7.5 من 10 في حته الاطراءات، لان هو بيجيب اطراءات. يعني هو لو انت ما سالتش حد احيانا بيجيب لك اطراءات، بس احيانا دي الفريكونسي بتاعتها او التردد الموضوع ده مش بيبقى كتير،
فالفيصل هنا ان هو هيجيب لك اطراءات، هيبقى كويس قوي بالنسبه للستات، ممكن تستخدمه كبارفان للمقابلات، بس في يعني في حاجات تانية انسب منه، يعني حتى ازار وانتد باي نايت هيبقى انسب منه في حته استخداماته لو انت حواليك يعني ايه ستات، او لو انت رايح عايز تقابل واحده وعايز تحط بارفان، يبقى الازار وانتد باي نايت افضل بكتير جدا من الازار وانتد العادي. ولكن بشكل عام البارفان مرضي في حته الاطراءات، وخصوصا لفت نظر السيدات يعني في الحته دي، هو كويس وبيقوم بالموضوع ده على درجه كافيه من الرضا. يعني نيجي بقى لحته تانية مع البارفان، وهي حته مهمه، وهي نقطه الاداء. وهنا لازم نتوقف شويه وادي له حقه في الاداء، ان الاداء بتاعه للاسف مش قوي، الاداء بتاعه اضعف بكتير من الازارو وونتد باي نايت. يمكن هو اضعف، هو طبعا اول واحد نزل فهو كان يمكن اللي ابتدع الموضوع ده، فالريحه بتاعته كانت كويسه بس الاداء بتاعه مش حلو. اداؤه مثلا ممكن اقول لك 6-7 ساعات من الثبات، وده بالنسبه للبارفان في الستايل ده ممكن اقول ان هو مرضي، ولكن كانوا يقدروا يعملوا اكتر من كده. يعني في بارفانات تانية مثلا الانفكتوس بيقعد فوق 10 ساعات مفيش مشكله، فده ممكن تحس ان هو ايه يعني مش قوي قوي بالدرجه المطلوبه، وخصوصا ان فواحانه بيبقى ساعه ونص ساعتين بالكتير، وبعدين بتحس ان هو اختفى بدرجه حاده شويه. فمن نقطه الاداء انا ما اقدرش اقول ان الاداء بتاعه قوي قوي، ما اقدرش اقول الاداء خزعبلي ولا حاجه، الاداء متوسط، مش يمكن كمان تحت المتوسط بالنسبة للستايل ده من روايح. فانت تقيم الاداء ده ما بينك وبين نفسك، ممكن تنزل تجرب البارفان وترشه وتجرب في خلال اليوم هل هيبقى مرضي بالنسبة لك، وهل هيبقى مناسب لاستخداماتك ولا لا. فيعني من نقطة الاداء ده اللي انا اقدر اقول ان هو ميديوكر يعني، او ان هو متوسط، يمكن تحت المتوسط بشوية. اخر حاجة خالص نتكلم عنها مع البارفان ده، وهو نقطة السعر، وهل انصحك انك تشتريه ولا لا. سعر البارفان ده تقريبا بيلعب ما بين 50-60 دولار للمئة ملي ولا حاجة، فالبارفان سعره مناسب. هل انصحك انك تجيبه ولا لا؟ انا نصيحتي ليك لا، ما تجيبش الازارو وونتد العادي، هات الازارو وونتد باي نايت. الازارو وونتد باي نايت هيبقى اغلى تقريبا من 5-10 دولار في سعر ال 100 ملي، ولكن هيدي لك ستايل مختلف خالص، هيدي لك بارفان ليلي جميل جدا، هيدي لك بارفان ذو اداء قوي وفواحان قوي، هيدي لك بشكل عام يعني ايه هيبه ووقار وبرستيج اكتر بكتير من الازارو وونتد ممكن يقدمها لك. فبشكل عام انا ممكن افضل او انصحك ان انت تخليك مع الازارو وونتد باي نايت، وتتجنب ان انت تجيب الازارو وونتد. طبعا ده رايي الشخصي، رايي ده مش ملزم لحد، وطبعا الاراء بتختلف في البرفانات بدرجه كبيره، بس ده في تجربتي يعني مع الاثنين، انا دايما ميال للازارو وونتد باي نايت، بحس ان هو ليه فخامه وهيبه وقار اكتر شويه من الازارو وونتد العادي. يا ريت الناس اللي عندها البرفان ده تكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايها فيه، وهل بينصح الناس ان هم يجيبوه ولا لا، ولو عندك الازارو وونتد باي نايت برده ايه رايك فيه، وياريت تشجع الناس ان هم هل يجيبوه ولا لا، وتقارن ما بين الاثنين دول، ونكتب تحت في الكومنتات ونتناقش في الموضوع ده، لان في ناس كتير جدا محتارة ان هي تجيب العادي ولا الوانتد باي نايت.